هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل تاجر وعندي محلات لبيع الملابس الجاهزة، وحال علي الحول للزكاة، كيف أحسب زكاة الشركة بما فيها من بضاعة ونقود وأصول؟ وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وما ذكره السائل أن عنده بضائع للبيع وعنده نقود، فإنه إذا تم الحول على رأس المال، إذا تم الحول على رأس ماله، فإنه يقوم ما عنده، يعني يثمن ما عنده من البضائع والسلع بسعر يومها، ويضم قيمتها التي قدرها إلى ما عنده من النقود، ويخرج زكاة الجميع ربع العشر من الجميع. نعم.